كل شيء مرتب في هذا الدين ولله الحمد. من يتقدم ومن يتأخر؟ الإشكال يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن بعض الناس إذا اجتمعوا مثلا في مكان ماذا يصنعوا؟ تفضل تفضل تفضل، سبحان الله، وفي آخر الأمر يتقدم ويصلي من لا يحسن الصلاة، صحيح. وفي الغالب ترى بعض الشباب هدانا الله إياه ما يدخل إلى المسجد قبل الإقامة أو في آخر المسجد أو في الطرف أو يتخفى حتى لا يرى أحد. لماذا؟ حتى لا يتقدم ويصلي بالناس، مع أن هذا هو أفضل من في المسجد. ماذا تصنع؟ يذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا اجتمعوا ناس وتعرف أنك أحفظ القوم وأقرأ القوم، ماذا تصنع؟ ها شيخ مصطفى، ماذا تصنع؟ تتقدم وتصلي، ما تكلم أحد. قد يقول قائل هذا ما هو؟ حب إمامة وحب شهرة وترفع، مثل ما يقول بعض الناس اليوم، قال فلان يدرس، نعم يريد كذا وكذا. الصديق رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يتقدم أحيانا في الصلاة. عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب في الناس، عرف أن هذا الموضع لابد من القيام ولابد أن يتقدم، التمس رضا الله وإن سخط الناس. النتيجة رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فتنة، عمر يتكلم رضي الله عنه كذا وكذا، عرف الصديق أن هذا موضع لابد أن يتقدم، صحيح؟ فأنت تعلم من نفسك أنك أحفظ الناس وأعلمهم وكذا تتخفى. اسمح لي في هذا المثل، يعني أخواننا أكرمكم الله، هذا الحمار، حمار حمار يصيح، صح؟ يعني يريد أن يبين لك أنه حمار، هنا هو حمار ويقول أنه حمار، ما الإشكال فيه؟ أنت وأنت متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تتخفى، ويأتي مجلس ويتكلم أهل الباطل وأنت تسكت، تتراجع ولا تتقدم ولا تصلي بالناس، وبعد هذا تقول والله المسجد كذا، راح المسجد الأول، ذهب المسجد أو الثاني، ما يمكن. لك دور في هذه الحياة، قم بدورك يا أخي، صحيح؟ ولا إشكال في هذا. ودع الناس يقولوا التمس رضا الله وانسخط الناس. إذن إذا اجتمع أناس في مكان وتعرف أنك أحق الناس بالإمامة، ما تكلم حتى تقدم، استو، الله أكبر. نعم، يا أم القوم أمور مرتبة، أقرأهم لكتاب الله. القراءة لكتاب الله على ما كان عليه السلف، قراءة وتدبر وعمل. لو اجتمع عندنا قارئ، أي على ما يذكر بعض الناس أنه يحفظ القرآن، حفظ القرآن، حفظ الآيات والتدبر والعمل، هذا حفظ القرآن. نعم، خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن، تعلم القرآن. ما معناه؟ قراءة فقط؟ تجويد؟ لا، قراءة وتدبر وعمل. فلو كان عندنا يحفظ القرآن كاملا ولا يعرف الفقه، وهذا يحفظ شيء من القرآن وفقيه، يعرف فقه الصلاة، من يقدم؟ هذا الذي يعرف فقه الصلاة. ولماذا تترك حفظ القرآن يا أخي أصلا؟ احفظ يا أخي، مفهوم؟ نعم. طيب، أقرام لكتاب الله،
فإن كانوا في القراءة السواء، يعني اجتمع هذا الأخ وهذا الأخ، فمن يتقدم؟ ننظر في القراءة سواء، فاعلمهم بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اعلمهم بالسنة حفظ تدبر عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه أثر السنة العمل بها. طيب، ثم بعد هذا فأكبرهم سنا. كذلك الآن مثلا جئنا لبيت هذا وهو أقل القوم حفظ وعلم بالسنة، لا تقدم عليه أحد، وكذلك في سلطانه، كذلك الآن إمام المسجد عندنا هنا ما يتقدم عليه أحد، صحيح؟ نعم ما يتقدم عليه أحد. طيب